بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى المحاضرة رقم 3 إن شاء الله. المحاضرتين اللي فاتوا كانت مراجعة على ما تم أخذه في سنة تالتة في الصف التالت، وقلت لك الموضوع ده مهم مش هقعد أكرر فيه بقى، مهم المهندس تصميم والإنتاج ورقابة الجودة. هنبدأ بقى، إحنا خدنا في التالتة لما وراجعنا عليه، خدنا في تالتة التجاوزات الهندسيه بثلاث انواع. سايز تولرنس دي خدناها بالتفصيل ومسائل وتصميم محطات كذا، والكلام ده كله في ثالثه. السنه دي رجعت على الجيومتريكال تولر اللي هي النوع الثاني، اللي هي عباره عن فورم خلاص، واللوكيشن والاورينتيشن وران اوت خلاص. الفورم كلنا عرفنا الجزء اللي هو تبع الجيومتريكال اللي هي الفورم تولرنس، اللي هي عباره عن ايه؟ الستريتنس، فلاتنس، عملنا تجارب عليها دي السنه اللي فاتت، وبعد كده قلنا الراوندنس، السلندريسي، وبعدين البروفايل اوف لاين او البروفايل اوف اني سيرفيس خلاص. هناخد شوف هنبدا في جزء شوف من ايه تحت جيومتريك ويخش على الفورم الراوندنس. من اهم الحاجات لمهندس التصميم والانتاج والراوندنس، وبعد كده السيرفيس رف. الكلام ده اتكلمنا عليه، كنا كلام عام، لكن هناخده بالتفصيل بقى كقياسات فاين ميجرمنت. اهي النهارده دي اهي راوندنس مترولوجي، وعندنا جهاز ثمنه قلت لك غالي جدا وهشتغل هتشوفوه، وانا عامل لكم فيديو هيتشرح لكم برضو هنا في المحاضرات، وهتشوفوه عملي وفي المحاضرات، لا توجد مشكله. المقدمه الانترودكشن على راوندنس، ايه اهميتها؟ طبعا الكلام اللي اتقال في الاول يعني بيعظم قيمه الراوندنس، بيقول ان اكتر ذا جريتست بينفيت تو ذا ماين للبشريه، الجريتست بينفيت تو ماين كايند للبشريه، هاب درايفد فيرستلي فروم من انفنشن اوف الفابيتيكال اللي هي الالف وب واللي هي بتاعتنا بالحروف الابجديه. تاني حاجه من الحاجات بقى يعني الاختراع اللي هي العجله، ذا انفنشن اوف ذا ويل، عشان كده دايما يقول لك احنا لسه هنخترع العجله يا عم، على اساس قدم العجله من الحاجات المدوره. كلمه عجله يعني حاجه اللي هي سيركل مدوره خلاص، سيرت اللي هو زود ذا ليتر اللي هي العجله خلاص، الليتر اللي هو كان عليها كنا بنتكلم على العجله. قال لك يبقى ذير وود بي نو تكنولوجي، مفيش حاجة، مفيش مكنة، مفيش فيه جزء من الحاجات اللي انت شايفها كلها دي، مفيش فيها حاجة مدورة سواء تسع عمود الى اخره مدور خلاص. فعشان كده الراوندنس مهمة جدا جدا جدا. نو سيفيلايزيشن ايفن از وي نو التوداي خلاص، مش موجود فيها لا ما كانش هيبقى، لو مش العجلة هو اختراع العجلة اللي هي من بعد الالفابيت على طول، ده ما كانش فيها. اور لايف ديبندز، حياتنا اون ماشينز بتعتمد على المكنات، ويز روتيتنج كلها روتيتنج بارتس، وكلمه روتيتنج يعني بتلف يعني مدوره الى اخره. نوت اونلي ذا موتور كار اند تول، الحاجات بل كل حاجه، حتى في معظم الحاجات اللي في البيت هتلاقي فيها حاجات فيها بتلف وتدور خلاص، سواء كانت الساعه اللي فيها صغيره السمولست ووتش او اللايتس باور ستيشن او المحطات الطاقه الكبيره والى اخره. وجايبين لك هنا شوف حاجات من اول عجله بتاعت زمان اللي هي فاكرين العجله اللي كانوا بيعملوها خشب زمان دي، وبعدين جايب لك ميني بارتس هي كلها مدوره. ده بيدي لك اهميه ليه مركزين على الراوندنس، وقال لك ليه واي از راوندنس امبورتنت، ليه الراوندنس مهمه. وبعدين قاعد يقول لك ادي لك امثله، قال لك تصور كونسيدر شافت ان بلين بيرنج، البلين بيرنج اللي هو الجورنال بيرنج، عارفين البيرنج انواعها كثيره جدا وكلمنا عليها في ثالثه، اللي هو البيرنج بانواعها المختلفه سواء كانت بول او راديال او ستريست بيرنج. انواع البيرنج احنا ما بنتكلمش على البولي البيرنج اللي هي الانتي فريكشن بول بيرنج، بنتكلم على الجورنال اللي هي جورنال اللي بتبقى موجوده في العربيات، في بيقول لك هنعمل عمر العربيه اعرف ان ليه الكرنك شافت والحاجات حصل مشكله، فده البيرنج اللي هو بيسموه جورنال بيرنج وخطوه في التصميم خلاص. اما البول بيرنج والرويال بيرنج والكلام ده انتي فريكشن بيرنج ده حاجه ثانيه. فبيقول لك تصور
عمود عندنا هو بلين شافت مع بيرنج، ادي العمود اللي هو الاخضر ده والبيرنج اللي هو بره الاصفر ده. لو مدور 100% كده اهوت مفيش اي خطا. شوف الاويل حواليه ازاي، الاصفر ده الاويل عامل ازاي، يا سلام ده دي الحاجه البيرفكت اهو، لوبريكنت فيلم. ادي لك امثله عشان تبقى فاهم ليه اهميه الراوندنس يا جماعه. خلاص فكونسيدر ا شافت ان بلين بيرنج بروفايدنج ذات بوث ار راوند اند ذا فيت از نوت تو تايت ولا تو لوز، لا زن قوي ولا عامل. انتوا عارفين طبعا الفت خدناها انواع الفت، ما هوش لا كليرنس واسع قوي ولا انترفير عشان يبقى في مكان للاويل. الشافت ويل ران سموثلي انف بيتر ستيل اف لوبريكيت، لما نحط زيت كده يبقى شويه زيت كده 100%. والى اخره تقرا الكلام ده. هو بيرنج كنتوني قلت جيف ساتسفاكتوري برفورمانس وين هيفلي لودد، تحمل عليه زي ما تحمل كله تمام خلاص ويك افكت ماشي. البيرنج اور شافت مي ابير تو بي راوند، اوعى ما تبص لاي واحد بعينينا العاديه، بتصور اي عمود ببص له او ده 100% مضوء يا عم. لا انت راجل، احنا ما بنشوفش، النظر بتاعنا على قدنا. تحط تحت جهاز تتفرج بقى على العجائب تحت الجهاز اللي هو التليرون او الراوند تيست. خلاص ذا بيرنج اور شافت مي بي ابير تو راوند، خلاص تو بي راوند تو ذا اي اف ميني ايفن have a constant diameter when measured with a micrometer but when we examine the shape، لو احنا قسنا بقى على on a greatly enlarged scale زي الجهاز بتاعنا اللي هو راوند تيست هتتفرج على وهي جاي الكلام ده بعد كده. وبعدين بيقول لك واي از راوند ليه مهمه، بيتكلم لك على ادالك اهو حالتين، العمود الازرق ده وادي البيرنج اللي هو بره ده اللي هو واخد شكل لوب اربعه لوب خلاص. وهنا جاب لك عدسه كبيره وبيقول لك شكل ايه، افرض السطح عامل كده A وبي وA وبي، الA اللي هي عباره عن النقطه العاليه دي، B اللي تحت فيها كده، فA هتشيل اللود، A A كله هيبقى عليها لود كبير جدا، والحمل ما فيش على الB خالص اي تحمل. الB هتلاقي فيه الزيت هنا وهنا ما فيش زيت، مشكله. فدي ملخص الكلام ده عشان ما نضيعش وقت كبير خلاص، لان احنا هيجي بقى الجد بعد كده ازاي نقيس سبب الطرق اللي التقليديه اللي هي بيستخدموها في الورش او الطريقه الحديثه اللي عندنا في المعمل القياسي. خلاص فالشافت والبيرنج زي ما انت شايف ادي الحالتين، اما الجلبه سوري البيرنج والعمود الازرق ده البيرنج لوبد، كلمه لوبد سواء كان العمود او الجلبه لوبد، ده لوبد يعني جزء ده واخد كده بيضاوي شكله بيضاوي، او في ويفت ويف طلع بيكو فالي والى اخره. المهم ان ايذر كيسز الشافت بيرنج كومبينيشن ويل اكت ليس افيشنتلي، خلاص يبقى في مشكله. هاو از راوندنس، ازاي بنقيس الراوندنس؟ زي ما انت شايف اللي ادي الحاجه البيرفكت او ما فيش فيها خطا، وادي الشكل اللي فيه لوب ثلاثه لوب، ادي لوب اثنين ثلاثه وده الريجولر. فقال لك هنا السهله السنتر لاين، وكلمه سنتر لاين يعني من النقطه دي جميع النقط بتبعد نفس المسافه ايكوال ديستانس من البتاع ده. اهي ذير اكزيست ا بوينت ذا سنتر، كل الكلام ده نجيبها. هاو اذا ذا بارت از سيت تو بي راوند، بقول ازاي الجزء ده راوند امتى؟ فور ا سبيسيفيك كروس سكشن اف ذا اكزيست ا بوينت اللي هي السنتر دي خلاص، فروم ويتش اول اذر بوينتس اون ذا بريفري من المحيط ار ايكوال ديستانس متساوي. زي بيقول الكلام ده طبعا معروف. هنا في الحاله دي بقى صعبه جدا، بيقول لك السنتر لاين هعينه ازاي؟ عشان كده صعبه الاجهزه الحديثه هي اللي بتحل الكلام ده، وناخد الطرق كلها المختلفه اربع طرق بعد كده ازاي نعين السنتر. هو الشكل ده لو انا معين السنتر بالظبط الار واحد وادي الار اثنين اللي هي ابعد نقطه من السنتر، وارب بطرح الاثنين راديوس اهو، اوعى لان في طلبه بيغلطوا دايما يقول لك ايه الدايره الكبيره قطرها كام والدايره اللي بتمس من جوه كام، قطرين لا الراديوس الديفرنس بتوين تو راديوس ار واحد ناقص ار اثنين، وهنا نفس الكلام. بس طبعا هنا ممكن يفرض ان السنتر لاين هنا هتلاقي يديك قيمه، عمله هنا يديك قيمه وبالتالي بيحصل فيه خطا منه. هاو از راوندنس ميجر، ازاي نقيسها بقى؟ هو بيديلك مثال على اللي فاتت. اف وي تيك ان ار، خدنا نقطه زي ايه اللي في الرسمه اللي فاتت دي اللي هي الاي دي او بي، الاي هنا هيبقى ار واحد اهيت وار اتنين الفرق بينهم، طب خدنا بي كسنتر او ها يعني بيتكلم على الرسمه اللي فاتت اهي. وي تيك اربيتراري بوينت اي ويتش لوكس تو بي سم وير
نيزا سنت قريبه من السنت، الماكسيمم ديفرنس هيبقى ار واحد ناقص ار اثنين. طيب لو خد نقطه ثانيه زي البي وهكذا. سو فايندنج سنتر از انيمال، عشان كده السنتر لاين بتعين الاجهزه الحديثه دلوقتي هي اللي بتعينه، انا ما بعينوش بايدي. مهم جدا، از ان امبورتنت بارت اوف جراوند اسسمنت اند ويل بي ديل ليتر، هنتكلم عليه بعد كده. دي بي ديل ليتر ان شاء الله. الراوندس ماست نوت بي كونفيوز، خد بالك دي مهمه جدا، الطلبه كتير جدا بيلخبطوا بين السايز، سايز اللي هو القطر بتاع الحاجه اللي انا بقيسها بقيس الراوندس، وبين الراوندس. بقول لك تاني اهو، الرسمه دي لا علاقه لها بالديامتر، يعني ده ملوش علاقه بالسايز، ده بتبقى يترسم على ورقه كده كلها ابعاد بالميكرون. وبقول ان المره العشرين يا جماعه عليه لا علاقه لقياس الراوندس خلاص والسايز او الدايمنشن بتاعه العمود او الجلبه، اذا كنت بعيد جلبه او عمود لا علاقه. وعشان كده الراجل انا وقلت لها 100 مره ومع ذلك ما فيش فايده، ما فيش طالب، هو اللي في دماغه في دماغه، انتوا حرين. انا قلت اهو، عشان كده بقول لك راوند ماست نوت بي كونفيوز ويز دايمتر، ملهاش علاقه. التو ار ميجرد كوايت بيختلفوا قياسهم تماما، واحد بيقيسه بالميكرومتر اللي هو السايز او الدايمنشن او بالادمه او باي جهاز للقياسات الطوليه، والتاني بقيسه باجهزه تانيه غاليه خالص وبتقيس بالميكرون خلاص. عشان كده بقول لك كوايت ديفرنتلي اند سيبريتلي باي ديفرنت ميثودز اند ويز ديفرنت انسترومنت، تبقى اجهزه مختلفه تو ميجر الراوندنس روتيشن. يبقى انا عشان اقيس لازم الشغله تلف والجهاز يبقى الستايلس بتاعه عليه، بينما وانا بقيس الدايمتر لا، بيبقى الشغله بتاعتي ثابته وبجيب ميكرومتر فاكين الميكرومتر عليه كده هو ثابت ستيشنري وبقيسه او ادم او اي جهاز خلاص. يا جماعه تو ميجر اراوندنس روتيشن از اولويز نيسيسري وير از ذا ميجرمنت اوف دايمتر از ستاتيك، لو انا بقيس ايه ميجر ميد فور اكزامبل ويز ماي، لو انا بقيس يبقى خلاص عرفنا ان لا علاقه بين السايز او الدايمنشن او القطر بتاع العمود والراوندز بتاعته. هنا بقى الحاجات اللي بتطلع من الجهاز ده، الاجهزه وهنتفرج عليها وهتشوفوها عندنا في ان شاء الله في المعرض، وفي فيديو هجيبه لكم بعد كده وبرده هتتفرجوا عليه لنفس الجهاز اللي فوق. الجهاز بيرسم لي عن متصل بالكمبيوتر بيرسم لي دي الشكل الازرق ده، هو الشكل الحقيقي. شوف مكبر ازاي، ملوش علاقه بقى بالسايز، ده بقى الشكل مكبر ده ان مايكرونز لابعاد الميكرون واوتوماتيك. بص كده الدايره اللي بره دي، المنقطه دي اللي هو مديها ار ماكسيمم ده، دي بتمس اعلى نقطه اهي بره الكمبيوتر معينه. طب الدايره اللي جوه دي بص كده الارمينوم عامله تاتش فين، عامله تماس من جوه. الفرق بين التو راديوس للدايرتين اللي بره دي والصغيره اللي هي الارمينوم دي، الفرق بينهم بين التو راديوس هي دي الاوت اوف راوندنس خلاص يا جماعه واضح يا خلاص، لان الجهاز لما نيجي عند الراوند تيست ونشرح هتلاقي الكلام ده موجود والجهاز بيطلع لي الكلام ده على. طيب في طرق بقى مختلفه، هاو از راوندنس ميجر، ازاي بقيسها؟ الكلام ده هنيجي بعد هنتكلم عليه. هم اربع طرق، منهم الفي الفي بلوك، وبنجيب الشغله بتاعتي اهي وده الانديكيتور ونقعد نلف ونقيس والى اخره. دي ابسط طريقه ودي كل الفنيين بيعملوها من عمر، يعني حتى الوقت اهو. ميجر اورنس از نوت ريسنت، انه ما هيش اختراع حديث ولا حاجه، ده حاجه قديمه قوي. بات هاز بين براكتسايزد ان ورك شوب وما زالت من عمر لونج تايم فوق لونج تايم، وكل الناس اللي هم الفنيين اللي هو الكرافتس من يوزد تو بيستخدموها وما زال، بس طبعا مش طريقه دقيقه خلاص. استخدم دار انديكيتور وادي الفي بلوك اهي والشغله والدار انديكيتور، وهتعملوها في المعمل وهتشوفوها. هاو از هاو، خد بالك من الحته دي والنبي، عشان ايه طلبه كتير جدا بزعل جدا اما اقول له ايه، وجبت له مره في سؤال وانت في رابعه وراجل كبير، واقول له ايه الفرق بين الافكتيف سايز والميجرد سايز. الميجرد سايز معروف ان انا بجيب جهاز وبقيسه خلاص، الافكتيف سايز اللي هو لو عمود وهيركب فيه بيرنج، هل الميجرد سايز اللي انا قيسته ده هو اللي هيخش في الجلب ولا هيعكسني؟ بص للرسمه بقى دي عشان تبقى مهندس ناجح، وانت خلاص ده ما عادش ليك خلاص، يعني ايه خد خلاص، يعني انت بتشطب. بص بقى للرسمه دي، ده الرسمه دي 100% ده بيرفكت سيركل ما فيش طبعا، يبقى هقيسه. خد بالك الرسمه اللي بدي مثال على الرسمه دي، الميجرد سايز هو هيبقى الافكتيف سايز، ما فيش اختلاف بينهم.
بس ما فيش حاجه في الدنيا كده شكلها جميل كده وبيرفكت سيرك. اما نيجي بقى للشكل العملي ده بقى، تعالى بقى بص كده، اما اجي اقيس بميكرومتر او بقدم او اي حاجه، انت بتقيس منين؟ الاتنين قصاد الفك هنا والفك هنا، بتقاد دايمتر او تاخد من هنا لهنا. خلاص اهو حطيت ميكرومتر، الفك بتاعه هنا، شوف القطر ده ايه. بينما اما ارسم بقى عشان هيخش بقى، افرض العمود ده هيخش جوه جلبه، هل القطر اللي انا قيسته بالميكرومتر ده اللي هو الميجر سايز هو اللي هيخش وبنسميه في الحاله دي افكتيف سايز، هيخش في المكان؟ لا، يقول لك ده يرسم كده دايره بالسرعه كده، يمقي كده من بره، يعمل تاتش كده عند النقط دي. شوف بقى القطر كام؟ 28.9 ملم، فرق كبير جدا، مع ان هنا كان الافكت هنا 25، كان الميجر سايز والافكت سايز. هنا الميجر سايز هيبقى خمسه، مش ممكن يبقى 25، لكن الافكتيف محتاج بيرنج نتيجه الخطا بتاع الراوندز. ثلاثه كام لوب هنا؟ واحد اثنين ثلاثه لوب، نتيجه الخطا في الراوند في الاستداره. افهم ده، لان انا مره جبت سؤال وزعلت جدا من الطلبه اللي ما قدرش يفرق بين الميجر سايز والافكتيف سايز. وانتوا حرين، وانا قلتها وقفت اهو، والراجل كاتبها هنا اهو. If the part is not round such as 3 looped، 3 looped، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة، خلاص خلاص اللوبد بارت. The measured size will be specific 25، but in fact it will require a greater hole. عايز هول، شوف انا قيسته طلع كذا كذا 25، لكن هو عايز هول كام عشان يبقى يخش فيها؟ 28.9 مللي. خلاص دي مهمة برضو عشان تعرف ليه الراوندس مهمة جدا يا جماعة. ذا كوز، طب سبب ايه حدوث الراوتر؟ ودي برضو بتيجي في ساعات للطالب لازم يبقى عارف. أول حاجة البور بيرنج، البيرنج بتاع المخرطة. المخرطة المين سبندل اللي الشغلة بتركب بيه، سواء كانت مخرطة كونفنشنال ليس أو سيمي أوتوماتيك أو سي إن سي ليس أو أي حاجة، بدل بتدور على بيرنج. لو في مشكلة في البيرنج، ما هي الشغله راكبه في التشك، فبتعمل لي نفس المشكله. فيها رفه، يقول لك رفه، بس رفه انت مش شايفها بعينك، هي دي اللي بتعمل لي الاوت اوف راوند الشغل. يبقى البور بيرنج ان ليس او الجرايندنج ويل سبندل، او في الجرايندنج ويل سبندل نفس الكلام. واللي كلنا عارفين الجرايندنج ويل الحجر التجليخ، والسنتر ليس جرايندنج طبعا، وكل انواع، والديفليكشن في الورك بيس لو في ديفليكشن فيها، الخطا في الالايمنت التو سنترز بتوع اي مكنه من مكن، الوير في الداي، كلنا عارفين داي سيرفيس سواء في كانت حاله السحبه او البسخ او كلنا، لان الداي لو فيها اوت اوف راوندس، ما هو العمود اللي انا طلعه سواء كان بسخ او سحب، يعني كلنا عارفين سحب الاسلاك والكلام اللي هو الدروب، خلاص، او الاكستودد بارت. فلو في اي خطا في الداي نفسها، خلاص ده هيطلع خطا في المنتج بتاعك. فدي كل دي اسباب وجود الاوت اوف راوندس. ارجو ان الكلام ده يبقى واضح. دايما يقول لك 3 لوب، ده 5 لوب، يعني الشغله بتاعتي ممسكه على المخرطه، سواء كان المخرطه التشك اللي انا ماسكها 3 جو تشك او 5 تشك، بيبقى في فورس، خلاص في فورس جامده على الشغله. هو بيتكلم على هنا 3 جو، وممكن يبقى 5 جو او وات ايفر كانت عدد النمبر. اما بيخلص الشغله وبيفك بقى الاستريسز الموجوده، انت كنت ضاغط هنا بقوه كبيره هنا وهنا وهنا، بيحصل ايه؟ بيتسبب ليا اللوب اللي انت شفتها قبل كده في الرسمه اللي فاتت اهي. شوف انت كنت ماسك شد، طلعت اهي، عمل لك ثلاثه، ادي اللوب اهي، واحد اثنين ثلاثه، وممكن يبقى رايح لو خمسه، ممكن يبقوا خمسه وعدد النمبر. فدي اسباب، او السنتر ليس جرايندنج برضو انذر ذا سورسز اوف لوبنج. خلاص يا جماعه، كل دي اسباب بيقول لك اللوب ليه موجود عليه، بخلاف الريجولاريتي الحاجات اللي بتبقى مش دي لوب طبعا شكلها منتظمه كده، لكن بيبقى في حاجات كده ويفت وبتاع، دي نتيجه الفايبريشن في المكنه والحاجات دي بتبقى بتظهر ثانيه برضو عندي، بس الحاجات الكبيره شويه، لان السيرفس رفنس غير الراوندنس يا جماعه. خلاص، شويه بقى نصايح، راوندنس ميجرمنت تيبس. تيبس هنا في الحاله دي نصايح، يعني تاخد بالك من النصايح اللي هو بيقولها الراجل ده بسرعه كده. خلاص، موست راوندنس سيستمز ميجرد اكستريملي سمول ديفيجن، اللي بتكلم بقى على الاجهزه الحديثه، خد بالك، زي الراوند تيست اللي عندنا في المعمل ده، احنا كنا جايبينه من كام سنتين ب 500,000، النهارده
يمكن يخش على 3/4 مليون جنيه، ويطلع عليك وهتشوفه جميل جدا. وجميع المصانع هتلاقي فيها يا سيرف تيست اللي هو بيقيس سيرف سلفنس، او راوند تيست اللي هو بيقيس الراوند. عشان كده بنركز على الحاجتين دول، ما فيش مصنع او اي شغل بيتقاسي الراوندس والسيرفس سلفنس. فلما نيجي عند السيرفس برضه هوريك الجهاز بتاع السيرفس تيست. الموست راوند سيستم قال لك ميجرد اكستريملي سمول ديبتيس بالمايكرون وكسر مايكرون. فاي ديرتي خلاص او اي حاجه وساخه على الشغله، اند اني ديرت اون ذا ورك بيس ويل شو از دي بي، بتدي لك على طول فولس ريدنج. يعني ما بتقيس شغله او الراوند بتاع الشغل وفي تراب زيت اي حاجه على الورك بيس لازم تنضفها. طيب ان اول كيسز ات از امبورتنت تو كلين ذا ورك بيس بيفور. طب انضفها بايه؟ في التراسونيك. بس في بعض العينات يبقى في الحاله دي ما استخدمش الالتراسونيك. لو كانت العينه بتاعتي هتتاثر هتتاذي اهو. التراسونيك كلينج از جود اكسبت ما عدا ذات ذا كومبوننت ويل بي وورم، هتتاذي هتتاثر على الشغله بتاعتي. اند نيدز ا نورماليزنج تايم ايفن ذا فينجر. عارف علامه صباعك كده لو انت ماسك بصباعك اهو على الشغله وكده هيظهر على القرايه. انت بتقيس بالمايكرون، كسر المايكرون يعني ايه؟ يعني نانو. خلاص ايفن ذا فينجر ماركس ماست بي ريموفد يوزنج فيري فاين تيشو، عارفين التيشو بيبر ساتش زي اول لينز بتاعت اللي انت بتنضف بيها نضارتك، which is ما فيش فيها، بس اهم حاجه الشعر، الحاجات اللي بيبقى فيها ايه شعر خفيف كده يبوظ، لا الشعر كده هتظهر عندك في الـ في الـ في العلاج. تبع التبس برضو الاجهزه الحديثه، احنا خدنا الكلام ده على فكره واحنا كنا في الطال انديكيتور وفي الميكرومتر والادوات. فاكرين الكوساين ايرور اللي كنا بنقول عليها اب كونستنت او اب سيستم سيوري او حاجه زي كده، كنا واخدينها في ثانيه زين. لو انت بتقيس حاجه بالميكرومتر او الدال انديكيتور والسبندل بتاع الدال انديكيتور مش عمودي، يعني الشغله كده الدال انديكيتور المفروض يبقى عمودي عشان في اتجاه الفاريشن في الدايمتر او في الدايمنشن اللي انت بتقيسه. طب لو مايل بيدي لي خطا اسمه خطا الكوساين ايرور. فذلك ده الستايلس بتاع الجهاز اللي هو الراوند تيست اهو، المفروض حركته بيقيس في الاتجاه ده كده. خلاص؟ يعني طيب الشغله بتاعت ايه؟ هي بتلف هو ثابت. انا حطيته هنا خطا ولا هيبقى هنا صح ليه؟ لان انا الفاريشن او طلعت النقطه دي اللي جوه والبره هتحرك ده في اتجاه سريع. طيب انا حطيته فوق كده يبقى الفاريشن بتاعت النقطه دي طالعه في الاتجاه ده، بس الجهاز بياخد القرايه بتاعتي كده لان الموفمنت بتاعت ده هي كده في الاتجاه ده. يبقى في خطا اسمه الكوساين ده. ارسم المثلث ده كده اهو وخد خط كده موازي للافقي هنا. خلاص القرايه بتضرب على طول كوساين، الكوساين ايرور هيديني على طول الثيتا الزاويه دي، وطبعا هنا سيبه كبيره جدا. فده خطا بيقول لك خد بالك ده سنتر وستايلس ستيب. خلاص اهي السنتر بتاع ستايلس ستيب اند سنتر اوف ذا كومبوننت ايد لي شود بي ان الاين او سنتر ده اهو، والسنتر ده هنا السنتر ده المفروض الاثنين على خط واحد ايد لي شود بي اللاين وذ ذا ميجرنج ده في اتجاه القياس، في اتجاه القياس، القياس بتاع اتجاه كده بقولها تاني 100 مره. اتجاه القياس ده اما بتحرك بيتحرك كده بيقيس في الاتجاه ده كده اتجاه القياس مش اتجاه القياس كده خطا. اني وير ذا الاينمنت اوف ذا كومبوننت سنتر تو ذا ستايل ستيب سنتر ويل كوز كوساين اهو كوساين اللي احنا قلناها مين الاب ايرورز الاب اللي قلناها 100 مره في ثانيه وفي ثالثه وبقولها لسه لغايه دلوقتي. خلاص يا جماعه يبقى احنا خلصنا من النصائح ومتشكرين النصائح الجميله دي. الراوند تيستنج بقى اربع طرق لقياسات سريعه، ودي كلها طرق تقليديه وهتعمله في المعمل. منها دي ممكن تعمل دي ودي وبتوين تو سنتر، الثلاثه دول بسرعه كده. والتجربه والثانيه الحديثه دي الدكتوره فاطمه او المعيد هيشغله الجهاز لان الجهاز غالي ومش لازم تقرا الكتالوج ومش عارف اي حد يشغله الا اذا كان ايه متدرب واخد دوره عليه. لكن دي هتشتغلها بايدك تتعلم كده. قال لك اول طريقه اللي هي الدايمتريكال ميجرمنت بقيس القطر بس عند ديفرنت بوزيشن باستخدام دال انديكيتور او ديجيتال دال انديكيتور او ديجيتال برنر، وباخد كذا حاجه وبطلع الفرق بين او البريسايز ميجر راوند ميجرمنت اكوبمنت ار اكسبنسيف اللي هو الاجهزه بتاعتنا. خلاص
So several methods are used to approximate. الطرق دي اللي هي رخيصة شوية، الأجهزة التانية بقى غالية فما بتصبغش إلا الحاجات المهمة جدا وفي المصانع. لكن في الورش والحاجات دي هتلاقي كل اللي إيه الناس بيقيسوا الراوندز باستخدام الدايمتريكال ميجرمنت اللي هي باستخدامها هنتكلم عليها، او استخدام الفي بلوك اللي هي جت عدت بسرعه كده الميجرمنت بتوين تو سنترز. في عندنا اللي هو حاجه جهاز اسمه اكسنتريستي تيستر واتكلمنا عليه السنه اللي فاتت بسرعه بس ما عملناش عليه تجارب، وهفكركم بيه دلوقتي. لما بتقيس الراوند ده وبيطلع خطأين اتنين موجودين من القياس بتاع الاكسنتريستي تيستر اللي هي الميجرمنت بتوين تو سنتر. يعني انا بحط الشغله بتاعتي بس الشغله بتاعتي لازم تكون لها من لازم بتين، ما فيش زونه مش عارف اقيسها بالجهاز ده. انا بقول لك والسيركمفرنشال ده كونفايننج ده مش موجود عندنا، لكن هنقوله بسرعه كده. This methods are less accurate، الدقه بتاعتها على قدها بسيطه خالص. Than precise roundness قلت لك الجهاز اللي فوق الى اخره، كل ده خلاص. لكن هي رخيصه but they are cheap and can be used in the workshop، استخدم في الوركشوب. اي الدايمتريكال ميجرمنت اللي هي قلت لك اهي، This is a two points measurement، نقطتين. نقطتين يعني ايه؟ يعني انا هجيب اهي ادي القدمه او اذا مايكرومتر او اي جهاز من الاجهزه دي، وبالنسبه للنقطتين ادي نقطه وادي نقطه. هناخد الرايه هنا وناخدنا الرايه هنا خلاص، وممكن تاخد اكتر من الرايه لكن هم بياخد طبعا لو كان في لوب هو واخد اهي رايه هنا مره اهي ورايه هنا. والاوت اوف راوندز هنا تصور ان دي دايره بتمس الدايره ودي قياس الدايمتر الكبير، بنطرح الاثنين من بعض على اثنين الفرق خلاص. عشان كده فور ذا بارتس هافينج ان اوت، كلمه اوت دول كلها عارفين ايفن، هيتكلم عن ايفن وزوجي هو دايمتر اهو. This is a two points measurement in this method. The measurement are made in a common cross sectional plane. Measuring minimum and maximum size of various location زي ما هو كان واضح قدامكم دلوقتي، بناخد وضعين صغير وكبير. This method can only determine the out of roundness value when the part is having even number of loops. زوجي يعني اربعه اللي هو كان موجود عندنا خلاص، اثنين من هنا واثنين هنا. البارتس having even loops will produce out of roundness value larger than the true value. طبعا هيطلع اكتر من الترو فاليو، والترو فاليو احنا طبعا مش هنقدر نعرفها بالظبط اللي زي اثنين على كده. For the symmetry shape surface the difference between the طبعا اليونيفورم and symmetry shape مش هتلاقي في فرق خالص، وبالتالي هتفتكر ان القيمه بتاعتها زيرو، مفيش فرق. هتاخد رايتين ثلاثه اربعه مش هتطلع، مفيش هتلاقي زيرو. ده اللي هو ريجولار اليونيفورم خلاص. فدي كلها حاجات الفي بلوك يا جماعه هتعملوها في المعمل خلاص. الفي بلوك عشان ما نطولش بس عشان ايه؟ لانها طرق سهله. الفي بلوك ثلاث 3 بوينت، كلمه 3 بوينت يعني ايه؟ يعني الشغله بتاعتي اهي، ادي نقطه اثنين ثلاثه. انا بجيبها لك الرسمه عشان ما تقولش 3 بوينت يعني ثلاث نقط. ادي واحده هناك وانا بقيس الدايمتريكال كان نقطتين بين تو فكاي الميكرومتر او الادمه، هنا 3 بوينت، ادي واحده نقطه اثنين ثلاثه. الفي بلوك بتاعتي اهي، الفي بلوك اهي. طيب ايه مشكله دي؟ الجريتست اكبر قرايه، خد بالك ده مشكله لو الريجولار بايزن، شايف كده اهو الاثنين السبيس مسافات ثابته اهي وشكلها جميل، طبعا ما بتكونش كده بالحقيقه. فقال لك المشكله دي ان انت عندك كل نقطه هنا وانت هنا، النقطه هنا بيك وهنا البيك وهنا البيك، هتدينا قرايه عاليه اكبر اهي. اكبر منين؟ لو هنا الفالي، الفالي هنا اهو الفالي، شوف دي رشه على البيك اهي، بيك بيك ادتنا، شوف القرايه بتاع عامل لي خط اهي، ده شوف ماكسيمم ميجر اهو وادي المينيمم. خلاص يا جماعه ده ملخص، ده الليست ودي الماكس. اهي الجريتست وين ايه؟ ذا ايزر بيكس اور فالي كونتاكت بلانج عند ارم سيمتري، البيكس هنا وهنا وهنا، والليست لو انت الفالي هنا وهنا، يعني كله هتقراه الكلام. ادي الفي بلوك اهي، دي تاثير لو الانجل، بس احنا مش هنغير لا انجل ولا حاجه. تاثير اللي كلنا عارفين الانجل دي لا تاثير على لا تاثير، بس يخلينا الفي بلوك الانجل بتاعتها عندنا ثابته ماهيش بتاعي. لو الجسم بتاعنا كبير بقى، انا كنت حاطط الشغله هنا اهي على الفي، لو كبير بيعمل الطريقه دي برده، هي نفس الكلام ده في بلوك اهي، بس بيعمل الفيكشر زي ما انت شايف كده وضال انديكيتور، ويحرك هو ده على الشغله لو الدايمتر بتاعنا كبير، سواء كان من بره او من جوه عشان يعين
الاوت اوف رينج. الليميتيشن والكلام ده كله يعني زي عيوب اوف 3 بوينتس ميجرمنت. ذا ريزلت مي فاري اكوردنج تو ذا في انجل، الفي انجل بتاعت الفي بلوك خلاص، والسبيسنج اللي هي موجوده بين الايريجولاريتي بتاعت جيف ذا فولس امبريشن اوف ذا اندوليشن ار ريجولار سبيس خلاص. لو اندوليشن ار ريجولار بتدي فولس خلاص. كل ده والادفانتج بتاعتها سيمبل ورخيصه طبعا وسهله وكشوف الانسبكشن كذا، كل ده حاجات سهله مش عايزين نضيع وقت اكتر. تيجي بقى للي التجربه دي تعملوها برضو، دي مهمه جدا. دي مهمه ليه؟ لان في خطأين اتنين لو انت شطار تفتكروا الكلام اللي انا قلته. خطا ايه؟ انت عندك هنا ادي مكان الزومبا، انا عامل سنتر، هو اسمه جهاز اسمه سنتريس تيستر، اللي هو جهاز قياس اللا مركزي، وكلمه لا يعني كونسنتريك، يعني داخل في خطا غير الراوندس، خطاين اتنين بتقيسهم هنا. شوف بقى عند الحاجه المهمه واقول لك خد بالك اقف عند دي، لان احنا اتكلمنا على فاكرين الجيومتريك لما جينا عند اللوكيشن وقلنا ايه؟ في حاجه اسمها كونسنتريستي ايرور، وقلت لك الراديال ران اوت. اللي انت هتقيسه هنا اهو، لو انت بتقيس عند كروس سكشن واحد بتقيس الراديال ران اوت. الراديال ران اوت عباره عن خطأين، خطأ ايه؟ خطأ الكونسنتريستي وخطأ الاوت اوف راوندس. الكونسنتريستي بتاعت ايه؟ السنتر لاين اللي انت عملت مكان الزومبتين دول، هل هو منطبق على السنتر لاين بتاع السطح الخارجي ده ولا لا؟ يقول لك لا، ده في ايرور بسيط، في تجاوز. بيسموه خطأ ايه؟ الكونسنتريستي ايرور، ادي خطأ. زائد الراوندس اللي انا بقيسها اللي موجوده على السطح ده، الاثنين مع بعض بيدوني القرايه هنا على ساعه القياس دي، دي اللي بيسموها راديال ران اوت. لازم افصل الاثنين عن بعض، وبتطلع رسومات وهتعملوها وتطلعوا تفصلوا الاثنين عن بعض سهله جدا، لا توجد مشكله عندنا. يبقى ميجرد بتوين سنترز. This is done by rotating the part between centers. This only applicable to ده طبعا مش هقدر اعملها الا اذا كانت الشغله بتاعتي فيها ايه معمول فيها ماشين، فيها المكان اللي هحطه في الزوم خلاص. هاف بين ماشين اون سنترز اور بروفايدد ويز سفيشنتلي اكوريت سنترز لوكيشن اف ذا دايل جيت از بوزيشن اون ذا بريفري اوف ذا بارت. حطيته كده. ذا ريدنج ويل نوت اونلي ريبريزنت ذا اوت اوف راوندز بات ويل اولسو انكلود فاريشن ديو تو ساج. ده غير الديفليكشن، سيبك هنعمل ايه، هننسى الديفليكشن and curvature of كذا وات and imperfection centering. دي اهم حاجه، imperfect اللي هي centering اللي هي concentricity خلاص. هو بيقول لك لو شغله كبيره بقى يعمل deflection نتيجه وزنها والكلام ده، احنا الشغله بتاعتنا مش كبيره ولا حاجه صغيره بيستخدمها، فمش في طبعا القوانين قلناها السنه اللي فاتت في الساج والكلام ده الديفليكشن، فما بنقولش لا deflection ولا حاجه. هم عندنا الامبرفكت، imperfect centering اللي هو concentricity error، واللي بيديني القرايه على اللي بتاع ده. بوزيشن اوف ذا جيج نير، لو انا عملته قريب من هنا كده بنبعد خالص عشان ايه؟ وان ذا اند اوف ذا بارت. والاليمينيت ايرور ديو تو ساج اللي هو بيقول لك عليها اللي هي الديفليكشن في الشغل يعني. خلاص يا جماعه، يبقى تاخد بالك من دي مهمه وبسال فيها كتير جدا الطلبه، لان دي عباره عن خطأين موجودين راوندس، والراوندس تابع لايه؟ الفورم ايرور، والكونسنتريس تابع ايه؟ اللوكيشن بتوع الريل. هذا الكلام المهندس اللي ما يعرفش الكلام ده يبقى ما ينفعش ياخد لقب مهندس. بعد كده هنقف بقى عند كده، احنا خلصنا الطرق العاديه كلها اهي، وهنيجي عند الاجهزه بقى الراوندس ميجرمنت انسترومنت. نيجي عند كده ونقول بقى لا استنى بقى، لان بس هوريكم كده الاجهزه بتاعتنا اهي، الاجهزه الحديثه والجهاز ده عندنا فوق اهو، انا بفرجك بس الجهاز ده عندنا فوق هو ده، هو ده اللي فوق في المعمل. ها بطمنك اهو، هناخده بالراحه المحاضره اللي جايه كده بالراحه، عشان تبقى ايه اللي خلصنا الحاجات الصغيره واللي هي بتاعت الورش والحاجات اللي هي مش اكوريت، ونتكلم بقى على الاجهزه دي ونظامها ايه والطرق المختلفه اهي، الدايره اللي بتمس من بره واللي من جوه والميكرونات وايه والاربع طرق اهي الى اخره. خلاص يا جماعه، يبقى احنا المحاضره الجايه ان شاء الله كل ده هنتكلم عليه بالراحه كده اهو مع بعض لغايه ما نخلص، ويبقى ايه افتكروا بقى احنا واقفين على ايه؟ على الاجهزه اللي الاجهزه الحديثه اللي هي في المصانع بقى، مش الورش اللي فات ده كله كده. يبقى احنا واقفين اهو عند راوندس ميجر
ميجرمنت انسترومنت. يبقى عندي دي كده ونقف ونعظم لهم احنا هنقف عند دي، احنا خلصنا دي وهنقف عند دي. خلاص يا جماعه، وان شاء الله كده يعني نشوفكم المحاضره اللي جايه. احنا خلصنا كده المحاضره الثالثه، المحاضره الرابعه هتبقى ان شاء الله على نكمل الراوندس، وبعدين نخش على الجير ميجرمنت محاضرتين، وبعدين نخش في السيرفيس رفنس زي ما انتم عارفين مهم جدا زي بالظبط. بس انا قلت هنخش على الجيرز، كان المفروض نخش على، قلت عشان التجارب بس المعمليه نلحق التروس فيها تجارب عمل كتير عن السيرفيس رفنس. السيرفيس رفنس الجهاز اللي عندنا فوق هيتعمل لكم تجربه عليه، بس المعيد او حد يكون متدرب على الجهاز زي التيلر. خلاص يا جماعه، ونشوفكم على خير، وربنا يسترها معانا ومعاكم ويحفظكم من كل مكروه، ومع الف سلامه. مع الف سلامه.